قلت أعيش الجو الرمضاني وأروح أفطر في المطاعم اللي قدام باب الفتوح في منطقة الجمالية. وبعد كده وأنا قاعد لقيت محل بيبيع عصير، فقلت كده أقرب منه، لقيت عنده كل أنواع العصير بتاعت رمضان، وعنده كمان المانجا وعنده كمان الكيوي، والأسعار من أول 10 جنيه لغاية 20 جنيه. وقفت بقى بعد كده وبصيت على البرطمانات اللي عنده اللي تمنها 25 جنيه، وقلت كمان أخد كنافة كده برضو بالمانجا، وعنده كنافة بالنوتيلا وباللوتس وعنده بالشوكولاتة وسعرها 25. عنده بقى الجاتوهات من أول 30 جنيه ل25 جنيه، وكمان الطعم فعلا معمول حلو قوي لأن أنا جربت كل حاجة عنده. وبعد كده بقى وأنا قاعد مع نفسي قلت لازم حاجة كده أضبط بيها برضو، وانتوا عارفين بقى الصيام والجو اللي احنا فيه ده، خدت الايس كريم وخشيت عليه وقلت اشوف الجمال والحلاوة بتاعه، واكتشفت ان هو عنده كل انواع الايس كريم، ويا جمال الفستق، ولا كمان بقى ايه التوت الاحمر الجميل دون، وتاخده كمان عليه حتة شوكولاتة، ده بقى ما اقولكمش عليه. وكلكم واللوتس، اموت انا في اللوتس حبيبتي، وكمان الفراولة. الاسعار عنده من اول 15 ل 20 جنيه بالنسبه للبوله الايس كريم. محل دوس قدام باب الفتوح في منطقه الجماليه، ومكان فعلا جميل جدا لما انا رحت هناك عنده، وانبسطت جدا بالقعده قدام المحل بالذات. شوفوا بقى منظر المحل والجمال والحلاوه بتاعته والشياكه، وكمان عنده مشاريب سخنه وساقع، وعنده قهوه وعنده شاي وعنده كابتشينو. وقعدت بقى واتسلطنت ورجعت مع نفسي كده لايام القاهره الفاطميه الجميله، وانا واقع بقى هناك قلت ان انا برضو لازم اضرب اللوتس بالكنافه حبيبتي. وبصيت كده انا والشباب اللي معايا، وجات لنا رعشه جميله ورانا القاهره. حكايه دوس جميله قوي سعد مني. الحمد لله يعني كل منتجاتنا، عندنا ايس كريم، عندنا عصاير، عندنا حلويات، عندنا كل حاجه الحمد لله. بالنسبه بقى للمنتجات اللي عندك، الاسعار بتاعها ايه؟ الاسعار في متناول الجميع، واسعارنا جميله مش سياحيه، يعني احنا منطقه سياحيه بس اسعارنا مش سياحيه. يعني مثلا القنبله عندك سعرها كام؟ القنبله عندي مثلا سعرها 35 وحسب بقى الاحجام. طيب وبالنسبه للكنافه باللوتس 35، وبولت الايس كريم بكام؟ بولت الايس كريم عندي مانجا فراوله شوكولاته فانيليا ب 12، والسبيشال ب 20. ايه الفرق بقى بين ده وده؟ السبيشال بقى شوكولاته فروشي لوتس حاجات السبيشال. طيب بالنسبه للمشروبات، ايه المشروبات اللي عندك؟ عندنا مشروبات سخنه، شاي، قهوه، وعندنا عصاير، وطبعا رمضان كل سنه وانت طيب يا عدنان، عصاير رمضانيه كلها، تمر هندي، صوبيا، فراوله. والاسعار بقى؟ اسعارها كلها جميله، مش يعني مش اسعار سياحيه، اسعارها حلوه 20 15 حسب حجم الازايز. طيب بالنسبه بقى للمكان اللي عندك، مثلا لو الناس حابه تيجي مثلا في مكان قاعده، في مكان القعده طبعا عندنا قدام باب الفتوح، وقعده جميله جدا، احنا في منطقه سياحيه طبعا، باب الفتوح الجماليه، وتيجوا تنورونا. طيب بالنسبه للقطع مثلا بتاعت الجاتوه سعرها كام؟ سعرها 30. اي نوع ولا نوع معين؟ لا حسب الانواع. بتبتدي من كام لكام؟ من 25. طيب بالنسبه للبرطمانات؟ برطمانات 35. دي بيبقى فيها ايه بقى البرطمانات؟ عندي البرطمانات، عندي لوتس، عندي فروشي، عندي تشيز كيك، عندي لوتس، كل حاجه. الكنافه؟ عنده كنافه بالمانجا، عنده كنافه لوتس، كنافه بالنوتيلا، كنافة بالفرور الشيخ. هل ده انا هيستمر بعد رمضان برضو الكنافة ولا تفضل بس؟ لا الكنافة دي في رمضان بس، لكن بعد رمضان حاجات تانية. بعد رمضان حاجات تانية. الفرع التاني فين؟ في ميدان الجيش. ميدان الجيش؟ اه. دلوقتي بقى لما يجوا متابعين اكل عدنان عامل لهم تخفيض 10% عشان خاطر استاذ عدنان. ربنا يخليك يا عمر حبيبي يا استاذ عدنان، كل سنة وانت طيب وانت طيب يا معالي الباشا.